السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وسعداء دوما بهذا اللقاء المتجدد في هذه الليالي المباركة من ليالي رمضان. موضوعنا أيها الأحباب الكرام اليوم عن رمضان والتكافل الاجتماعي. نحن في أمس الحاجة في هذا الشهر الفضيل لكي نتضامن ولكي نتعاون، لأن هذا الشهر هو شهر الرحمة وشهر البركة وشهر التضامن والتكافل. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتي رمضان كان يدعو أصحابه إلى الكثير من العمل الصالح. كان يقول: من أدى فيه فريضة كمن أدى فريضة 70 فريضة فيما سواه. وكان يقول عن رمضان: هو الشهر يزداد فيه رزق المؤمن، شهر يزداد فيه رزق المؤمن، وشهر هو شهر المواساة، شهر التراحم بين العباد. من فطر فيه صائما على تمرة أو على شربة ماء أو مدقة لبن، ربنا سبحانه وتعالى يفتح فيه الكثير من أبواب الرحمة والكثير من أبواب العطاء. وأصلا ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا ويحثنا دوما على الإنفاق في سبيله، ودوما يقول: وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وفي شهر رمضان يستحب للمؤمنين والمؤمنات أن يضيفوا إلى جانب العبادات من صيام ومن صلاة وقيام ليل ومن تلاوة القرآن، يستحب فيه العطاء والجود والإحسان. هذا ما نسميه بلغة العصر بالتكافل الاجتماعي، وهو أن يجعل الإنسان نصيبا من ماله لإخوانه الضعفاء والمساكين، يطعمهم مما أطعمه الله، ويسقيهم مما سقاه الله، ويلبسهم مما ألبسه الله. وهذا كله لا يضيع في ميزان الحسنات، بل اعتبره ربنا عز وجل قرضا حسنا، قرضا حسنا الحق سبحانه وتعالى هو الذي يتلقفه وهو الذي يؤديه عن عباده. لهذا قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فنحن في هذا الشهر الفضيل من المستحب أن نكثر من العطاء ومن الإحسان والصدقات على اختلاف أنواعها، لأن الصدقة ليس لها حد محدود، ولو بشربة ماء، ولو بشق تمرة، ولو بقطعة خبز. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يندب على إفطار الذي لا قدرة له على الإفطار. كل من لا قدرة على الإفطار ينبغي أن نمكنه من الإفطار. فقال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل الأجر، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. لهذا ربنا شرع لنا الفدية في رمضان. الفدية يؤديها أصحاب الأعذار الشرعية، يؤديها الإنسان المريض يفطر فيفدي، الإنسان العاجز يفطر فيفدي، المرأة الحامل أو المرضع، وكل من عجز عن الصيام ولا قدرة له على الصيام فيما بعد فإنه يخرج فدية. وهذا فيه توسعة على المؤمنين والمؤمنات، ونشر للخير ونشر للعطاء.
وهكذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. فكان يحثنا بالإضافة على من يؤدي الفدية أن الإنسان يكون جوادا في هذا الشهر ويكثر من العطاء، حتى قال أفضل الصدقة في رمضان، أفضل الصدقة في رمضان. الصدقات هي مطلوبة في كل وقت وحين، لكنها في رمضان تضرب في 70 مرة. ونحن أصلا لما نصوم في هذا الشهر الفضيل، ربنا أراد منا أن نحصل على الكثير من الفوائد. فمن بينها أننا نتعود على لما نرى إخواننا الضعفاء والمساكين يشعرون طيلة السنة بالجوع وبقلة الحاجة، فإننا نشعر بنعمة الله تعالى، فنقول لا ينبغي لنا أن نسرف ولا أن نبدر كل ما زاد عن حاجتنا. هناك أناس ضعفاء ومحتاجون يريدون التوسعة، هناك من لا يجد حتى ما يسد به رمقه، فلنوسع عليهم. أحد رجال السلف رضي الله عنه من الصالحين لما سئل لما شرع الصيام في رمضان، قال ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الفقير، ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الفقير. ونحن لما نصوم نستشعر المساواة التي هي بين الأغنياء والفقراء في الحرمان وترك التمتع بالشهوات، وهذا فيه نعمة كبيرة أن الأغني يشعر بالرحمة والعطف على الفقير، وربنا سبحانه وتعالى يؤلف القلوب بينهم وتذهب الأحقاد. حينما يوسع الأغنياء على إخوانهم الفقراء هذا يؤدي إلى تآلف القلوب وتذهب الأحقاد التي بينهم. ثم إن الغني أيضا يتعود على الصبر وقوة التحمل حتى يكون متقيا لربه وقامعا لشهوته. ونحن في هذا الشهر الفضيل ولله الحمد والمنة نرى مجموعة من المظاهر التي فيها معاني التكافل والتضامن بين أبناء الأمة الواحدة. نرى مثلا موائد الإفطار التي توضع في الكثير من الجهات لفائدة الفقراء والمعوزين وعابري السبيل. موائد الإفطار يضعها أهل الإحسان، هناك من لا يحب أن يرى ولا أن يذكر اسمه، يريد أن يكون في الخفاء ويكلف غيره بتنظيم هذه الموائد، موائد يحضرها العديد من الرجال والنساء من الفقراء والمساكين. وهناك أيضا من ينظم حملات لتوزيع قفة رمضان، قفة توزع على الأسر المعوزة وعلى الأسر الفقيرة للتوسعة عليهم، قفظ فيها مواد غذائية أولية من دقيق وزيت وسكر وشاي وقطان وشاي وقهوة وغير ذلك من المواد الأساسية توزع على الفقراء والمساكين. وقد رأينا في بلادنا أول مبادرة التي يقوم بها أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس ويدشن هذه الانطلاقة، انطلاقة توزيع قفف رمضان على الأقاليم الضعيفة يستفيد منها المحتاجون، وتنطلق جمعيات كثيرة لتواكب هذه المبادرة الاجتماعية الإحسانية، وهذا فيه خير عظيم. ثم نلاحظ هذا التكافل والتضامن بين الأسرة الواحدة، بين العائلات، الناس بين العائلات يتضامنون وينظمون فيما بينهم موائد إفطار في بيوت يتزاورون، وهذا كله من باب التكافل الاجتماعي. والملاحظ أن هذه الصدقة هي فيها الكثير من الخير والكثير من النعم، حتى إن الغني يعطي لمن هو أقل منه غنى، والفقير يعطي لمن هو أقل أكثر منه فقرة. لماذا؟ لأن ربنا عز وجل أراد أن هذا المال الذي أعطانا
ينبغي أن يكون متداولا بين الناس، ينبغي أن يكون دولة بين الناس. مرة يحكى أن أحد الشعراء دخل عند خليفة من خلفاء المسلمين وصار يمدحه وصار يقول فيه شعرا، ولما فرغ فرح الخليفة وسر وأعطاه هدية هي عبارة عن سرر من المال. فأخذ هذا الشاعر هذا المال، ولما خرج من قصر الخليفة وجد على الباب عدد من الناس فقراء متسولين، فصار يفرق عليهم الأعطية التي أعطيت له، فرقها على الفقراء وعلى المساكين. فبلغ ذلك الخليفة فاستدعاه، لماذا أنفقت المال الذي أعطيناك؟ هل ترفض أخذه؟ قال لا. فرد عليه ببيت شعري قال له: يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود، يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود. يعني العطاء من واحد إلى الآخر، وهذا حتى يكون المال دولة بين الناس متداولا بين الناس. وربنا سبحانه وتعالى يفرح لما يرى هذا الصنيع من العباد ويباهي بهم الملائكة. والحق عز وجل جعل هذه الصدقات فيها خير كثير، كان يقول بأن هذا فيه البركة في المال، من أراد أن يبارك الله له في ماله ورزقه فلينفق على الفقراء والمساكين، من أنفق نفقة بورك له فيها، يعني زاد الله لها فيها في البركة. وفي الحديث: ما نقصت صدقة من مال. وربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الصدقة تطفئ غضبه، لا طالما يغضب الله على العباد، ولكن لما يرى فيهم الصدقات ويرى فيهم التضامن فإن الله تعالى يطفئ يدفع هذا الغضب. فقال في الحديث: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، بل إنها تدفع ميتة السوء عن صاحبها، تدفع عنه ميتة السوء. إذا مات الإنسان ربنا يختار له ميتة طيبة، ميتة كريمة بين أهله وذويه، حتى إذا كان مقدرا عليه أن يموت ميتة سوء ربنا يدفع عنه هذه الميتة. بل هذه الصدقة هي شفاء للمرضى، من كان مريض من بين طرق العلاج والاستشفاء أن يقدم صدقة للفقراء والمساكين. فقد قال صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقات، داووا مرضاكم بالصدقات. والحق عز وجل يعتبر بأن هذا العمل الذي يعطيه الإنسان هذا هو التجارة الحقيقية، التجارة، لأن في رمضان ربنا أراد منا أن نتاجر معه، تجارة كبيرة جدا ربحها مضمون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب عظيم. ربنا يريدنا أن نتاجر معه، وهو سبحانه وتعالى يملك خزائن السماوات والأرض، خزائن الله تعالى ملأ ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، ومع ذلك يطالبنا بأن نتاجر معه. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. وربنا يمدح الذين يقبلون هذا العرض، يمدحهم فيقول: يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والحق سبحانه وتعالى أراد منا أن نكون من هؤلاء، لأن يكفي من الفضل أن الإنسان لما يتصدق صدقة ربنا يتقبلها بيمينه ثم يربيها له حتى تكون مثل جبل أحد. ففي الحديث: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. ثم قال: وإن الرجل لينفق النفقة من كسب طيب فكأنما يضعها في كف الرحمن يربيها له كما يربي أحدكم فصيله حتى تصير مثل جبل أحد. ربنا يتولاها، هي قليلة
لكن الله ينميها ويربيها حتى تصير مثل جبل أحد. ويكفي شرفا أن الذي يعطي هذا المال للضعفاء والمساكين جعل الله ملائكة في الصباح والمساء يدعون لهؤلاء المنفقين، يقولون كل صباح اللهم اعطي منفقا خلفا، اللهم اعطي منفقا خلفا، اللهم اعطي منفقا خلفا. ويقولون أيضا واعطي ممسكا تلفا، واعطي ممسكا تلفا. الحق عز وجل أراد منا أننا نتوسع في العطاء ونتوسع في الخير في هذا الشهر الفضيل، وقدوتنا هو سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان معروفا بالجود والكرم والإحسان حتى قبل البعثة. قبل البعثة سيدنا النبي كان معروف قبل أن يكرمه الله تعالى بنعمة الوحي وبنعمة القرآن وبنعمة الرسالة، كان معروفا في سلوكه وصفاته وأخلاقه أنه كثير العطاء. وهذا ما شهدت به أمنا خديجة رضي الله عنها لما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت في وصفه إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فمن صفاته أنه كان يحمل الكل. الكل هو الإنسان الضعيف الذي لا يستطيع أن يعمل، تحمل الكل وتكسب المعدوم الذي ما عنده مال كان يبحث له عن رصيد لكي يبدأ عمله ويكتسب رصيدا، وتقري الضيف إذا جاء ضيف من بعيد تكرمه وتفتح بيتك وقلبك له، وتعين على نوائب الحق، إنسان عنده مظلوم تعينه وتنصره. هذا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم من أخلاقه بعد الرسالة أنه لا يرد السائل عن حاجته، كان إذا سئل عن حاجة لم يرد السائل عن حاجته، وكان لا يقول قط لا، كان دائما فيه العطاء. وهذه التربية هي التي ربها النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته من الأنصار والمهاجرين لما هاجروا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وفوجئ المسلمون بأن صار عندهم مشكل النازحين، الآلاف من المهاجرين صاروا بلا مأوى وبلا عمل وبلا عائلة لأنهم تركوا ممتلكاتهم في مكة وهاجروا إلى المدينة المنورة. وهنا سوف يشرع النبي صلى الله عليه وسلم تشريع المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين، وسوف يقع أبهى صور الإثار وأكمل أنواع الجود. وقد شهد القرآن العظيم بهذا السلوك الاجتماعي الرفيع حينما قال الله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كيف أن الأنصار أحبوا من هاجر إليهم من المسلمين وأنزلوهم منازلهم وشاركوهم في أموالهم ولا يجدون في صدورهم حزازة ولا غيظا ولا حسدا. هذه من النعم العظيمة التي يسجلها التاريخ الإسلامي، صور من التكافل الاجتماعي ليس له مثيل. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يغرس هذه القيم في قلوب العباد. لما سئل يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله، قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولئن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني المسجد المدينة المنورة،
أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، قلبه الله يوم القيامة رضا، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام. حديث طويل، كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه فضل قضاء الحوائج وفضل العطاء وفضل الكرم والجود، وهذا من باب وأحسن إن الله يحب المحسنين. يكفي أيها الأحباب الكرام أن نستحضر هذه الآية الكريمة التي يقول فيها الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. نحن سوف نرجع إلى الله تعالى، حينما نرجع إلى الله تعالى سنرجع حفاة عراة. جئنا إلى الدنيا عراة حفاة، لما خرجنا من بطون أمهاتنا لا نملك أي شيء، ونخرج من الدنيا حفاة عراة كما دخلنا إليها. وحينما نرجع إلى الدار الآخرة، ما الذي سوف ينفعنا؟ هو ما أعطيناه من عطاء وما بدلناه من إحسان. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ونحن الآن في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان، كما تعلمون جميعا الظرفية الراهنة هي صعبة إلى حد ما، بسبب غلاء الأثمان ديال المواد الغذائية، وبسبب ندرتها في الأسواق، وبسبب عدم القدرة الشرائية لأعداد كبير من المواطنين والمواطنات. ونحن في شهر العبادة والطاعة، ينبغي كل واحد منا يتصف بصفة الكرم والسخاء، يبحث في محيطه، في حيه، بين جيرانه، بين أهله وذويه، يبحث عن الضعفاء وعن المساكين، يوسع عليهم، وهذه تجارة لن تبور، سيكون له من الأجر والثواب ما الله بعليم. وما أكثر الضعفاء، وما أكثر أهل الحاجة، وما أكثر الأرامل والمساكين وأصحاب الحاجات. سيدنا النبي كان يأمرنا كثيرا بأن نبحث عنهم ونوسع عليهم، كان يقول: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. الجهاد الآن هو جهاد نحو الضعفاء والمساكين والأرامل والأيتام والمستضعفين، نوسع عليهم، نسعى لكي يعيشوا حياة كريمة. والنبي الكريم قال هذا الساعي على الفقراء كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. الذي يسعى على الأرامل والمساكين والضعفاء يوسع عليهم، قال هو في مرة قال كالمجاهد في سبيل الله، ومرة قال كالصائم الذي لا يفطر، يعني يصوم دون أن يفطر كأنه طول الظهر، كالصائم الذي لا يفطر، وكالقائم الذي لا يفطر، يقوم الليل ولا يفطر. فإذا كان بعض الأغنياء وبعض الميسورين ربما أنهم لا يتأتى لهم أنهم يصوموا صيام النوافل، ولا يتأتى لهم أنهم يقومون الليل، ولا يتأتى لهم أنهم يجاهدون في سبيل الله، ممكن أن يدركوا هذه المرتبة، مرتبة الجهاد في سبيل الله، ومرتبة القائم الذي لا يفطر والصائم الذي لا يفطر، يدركها بماذا؟ بالتوسعة على الفقراء والمساكين والأرامل بإذن الله تعالى. وينبغي أن يكون هذا في جو من الإخلاص والنية، لا يكون فيه تفاخر، لأن هناك آداب شرعها ربنا سبحانه وتعالى للذين ينفقون في سبيله. فالصدقة ينبغي أن تكون فيها ما فيها من ولا فيها أذى، إذا أعطينا الإنسان صدقة لا نمن عليه ولا نؤذيه، وينبغي أن تكون هذه الصدقة من طيب مالنا لا من رديئه وخبيثه، نختار أطيب المال ليس الرديء ولا الخبيث، وينبغي أن نعطيها ونحن نفوسنا طيبة، لا نشعر بالتذمر أو الاستياء، كل نفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. فأسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد أن يمن علينا وعليكم من فضله ومن كرمه، وأن يحفزنا
ويشجعنا ويمكننا من العطاء والبذل والإحسان على الضعفاء والمساكين، ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وألا يوقعنا في شراك إبليس الذي يريد منا أن نمن ونؤدي حتى تبطل صدقاتنا. نطلب الله تعالى أن نعطيها طيبة بها أنفسنا، وأن نعطيها من طيب مالنا بلا من ولا أذى، ويتقبل منها المولى عز وجل، ثم يربيها لنا ونجدها يوم القيامة كجبال مكة وتهامة من الحسنات. اللهم أمين، اللهم أمين يا أكرم الأكرمين. أحبابي في الله، اللحظة سوف نفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم. أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62، أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. ونبقى مع فاصل قصير ثم نعود لنواصل، تبقوا معنا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.